السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معاكم واحد العماره ديال هاد البطيبات الصغيرين، هاد المطيلعات الصغيرين. غادي نديرو شي واحد العماره سهله وبسيطه كنحتاجو ليها. كنحتاجو البطبوط، بطبوط شفتوني كيف طيبتو. هذا البطبوط طيبتو عندي هنايا. كنحتاجو شويه ديال الكفته، الكفته بالقوام ديالها. كنحتاجو شويه ديال الدجاج مقطع، هكا شرائح نتاع الدجاج مقطعه، هي شويه شويه من الحاجه. كنحتاجو البصله، شويه ديال البصله مقطعه. كنحتاجو شويه ديال الزيتون، نتوما الزيتون هذا المقطع صغير، شويه ديال الزيتون هكا، وشويه ديال الهريسه. عندي انواع هنايا ديال الزيتون، وكنحتاجو شويه ديال الزيتون كحل. هادشي اللي كاين. وكنحتاجو العطريه، بالنسبه للعطريه كنحتاجو البزار، وكنحتاجو شويه التحميره، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الزيت. غادي ندوزو دابا نشعلو البوطه. في البلاصه كنديرو شويه ديال الزيت في المقله. كنديرو الكفته، نديرو الكفته في المقله. كنحط الفرخه على الطاسه، كنحل هنا. هاو هاكا كنفرقوها، كنزيدو عليها طريفة نتاع الدجاج، كنزيدو عليها طريفة نتاع الدجاج بحال هاكا. هاد العمارة تقدرو ديرو هاكا في سميتهم مسمن، عجينة المسمن تقدرو تعمرو بيها هاكا. هذا عمارة كتجي زوينة، كتبقاو بحال هكا. نزيدو البوطة شوية، كنزيدو شوية ديال الزبدة، كنبقاو كنشكرو بحال هكا. طيب لينا الكفته وطريفات ديال الدجاج. غادي نزيدو شويه ديال الزيتون، شويه ديال الهريسه، نتوما حسب الهريسه نتوما. كنزيدو شويه التحميره، كنزيدو شويه البزار، كنحاول نفرقو. طحنينا هاد البصل مزيان وطيب، صافي يطيب لينا البصله. كندوقو الملح، بينا الزيتون كيكون مالح بلا ما تسيري ملحه. وملي يطيبو لينا نعمرو بيهم البطيطات، نزيدو شويه ديال الزيتون. الا بغينا الفرماج كنزيدوه، بغيتو تزيدو الفرماج كنزيدوه.
الا بغيتي تزيدوا الفرماج محكوك كتزيدوا تخليه يطيب هذا الشيء وتزيدوا الفرماج. غطيت تبلينا هذه الكفته وتبلينا هذا الدجاج. ندير شويه د الكمون شويه القزبر او المدلوس الى بغيتو. صافي هذه هي العمارة ديالنا، غنحيدوهم فوق البوطة، نحيدوهم فوق البوطة. الكفتة دغيا كطيب و الدجاج دغيا كيطيب، البصلة حتى هي دغيا كطيب. صافي غادي نخليوها حتى تبرد و غادي نتلاقاو باش نعمرو هادوك البصيبيضات لي درنا لي عجنا معاكم. رجعنا معكم العمارة اللي طيبنا، هانتوما شوفوها كيف كتجي، كتجي زبينة، خالط ما بين الكفتة وما بين الدجاج كيجي زبين. وإلا بغيتو تزيدو فوق هنايا زيدو شوية ديال الفرماج، ما عندكمش بلاش زيدو شوية القزبور اللي عندكم ديروه. دابا غادي نجيو باش نعمرو هاد البطيبيطات. هانتوما شوفو هادوك البطيبيطات راه خاويين من الداخل، ما معجنينش، خصهم يكونوا خاويين من الداخل. بغينا نعمروهم بهاد العماره بحال هكا. زدنا شويه ديال الزيتون كحل، نحاول ندير فيهم طريفات نتاع الدجاج وطريفات ديال الشوكولاته. نحازو شويه ديال الكفته. هاد العماره راه كتجي بنينه، تاكلوها الوليدات دغيا، كي عزيزه عليهم. زدنا الزيتون الوان، نتوما زيدوا الفرماج الا بغيتو الا موجود عندكم. هانتوما البطيطات راه مهويين من الداخل، ولا شاط لكم العماره ما ديروها فشي، ديروها فشي بلاستيكه وديروها في الثلاجه. غنبقاو كنعمرو بحال هكا، كنحطو. ما ديروش كميه كثيره باش ما تشلش لكم. كنحطو حتى تنكملو هاد الكمية اللي عندنا كلها بحال هكا، وكنبقاو غاديين وكنعمرو. كتشوفو هنا كنعمرو فيهم. الا ما كتبغيهمش عامرين بزاف ما تعمريهمش بزاف، انا شخصيا كنبغيهم يكونوا عامرين.
كيجيو زوينين كيشدو. مع ديك الكفيطة وديك البصيلة كتجي كمية زوينة. ديري شوية شوية من الحاجة، وتقدري ديريهم حتى بالحوت، ديريهم بالطون، ديريهم أي حاجة عندك في الدار، بالبيض، أي حاجة موجودة. بحال هكا كنعمرو، وصافي سالينا هاد الكمية اللي عندنا. ولا شاط لنا شوية منها كنزيدو شي حلة، ولا كنمكن نديروها في شي بواطا كنعاود تاني مرة أخرى. هذا هو الطبق ديال اليوم اللي درنا، البطبوط عمرناه بالكفتة وبالدجاج، قطع تاع الدجاج والبصلة، كيجيو تبارك الله كيجيو غزالين وكيجيو لذاذ. نتمنى انكم تجربوهم، ساهلين وكيجيو زوينين. نتمنى انكم تعمروهم بحال هكا، راه كيجيو زوينين.